رد على العلماء وتسجيلات كلها بتسمعها إن شاء الله. فوزان تسجيل واضح. هذا إما جاهل ولا يدري ولا درس العقيدة ولا عرف قدر الصحابة، وإما أنه عنده نوع من التشيع، عنده نوع من التشيع فيتناول الصحابة أو بعضهم. على كل حال هذا أمر لا يجوز في حق الصحابة. ده الشيخ الفوزان. الشيخ عبيد الجابري حذر، تسجيله موجود. هذا داعي لسوء وضلال وهوى، فيجب الحذر منه. نعم. إذا علمتم زينة حركته وطبعه فبلغوه من السلام وأنه يجب عليه التوبة، وإن لجلج فاحذروه وحذروا منه. نعم. كذب في هذا. أهل السنة لم يؤثروا، هذا الرجل أصغر وقعت. أهل السنة لم يؤثروا، ولكنهم يذكرون أحيانا عرضا لا على سبيل التأصيل والتقعيد. نعم. أبدا. بل هم على ما تقدم من النصوص. نعم. الشيخ محمد بن هادي المدخلي حذر وبين، بين توجيه اتركوه لا تستمعوا له ولا تجلسوا اليه، فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل بينهم هذا. الشيخ سليمان الرحيلي قال هذا مخذول، الذي يقول هذا القول مخذول. إن الصحابة كان بقاتلوا من الأجمار وقد يكون فيها حظ من الدنيا، وقد يكون فيها حظ من الدنيا. وبعضه تأول فيه الصحابة يريدون الخير نصرة للدين لا من أجل الدنيا كما قال بعض المخذولين. ما تقاتل الصحابة على السلطان، وإنما تأول بعضهم واقتتلوا نصرة للخير، يريدون وجه الله ما أرادوا الدنيا، ما اقتتلوا على السلطة أبدا. والذي يقول هذا يجب عليه أن يتوب إلى الله. إن لم يتب إلا ما بتوب إلا ما دار يتوب ما بدعني. وفعلا لقينا الكلام ده موجود. والله محمد مصطفى مخذول خذلان شديد جداً.